ورجعنا لكم من جديد على كوين فري، ولسه مكملين طبعا في اسبوع البونص على اول قناة عربية للربح الحقيقي كوين فري الجديد والحصري. زي ما احنا طبعا شايفين مكملين في اسبوع البونص على منصات العملات الرقمية. معنا النهاردة منصة جديدة مش محتاجة منك تفعيل هوية، عشان اصحابنا اللي ما عندهمش هوية ما ينسوش يعملوا لنا لايك، وكل الناس النهاردة هتكسب، يعني هتكسب. طيب انا النهارده جايب لك منصه كالعاده جديد وحصري على كوين فري. جايب لك منصه بمجرد ما هتنزلها وتملى النموذج سهل جدا. عامه المنصه احنا كنا منزلينها على جروب تيليجرام او على قناه تيليجرام للاير دروب، وكسبنا منها المرحله الاولى، وجايب لك يا برنس المرحله الثانيه. شغل جميل جدا وسهل جدا، وكل الناس النهارده هتكسب، يعني هتكسب. يلا يا زميلي ما طولش عليك، لو انت مش مشترك ما تنساش تنضم لاقوى قناه في الوطن العربي، وتفعل الجرس طبعا لو انت عايز تهتم بالجديد. وندخل في الموضوع على طول. قبل شرح الفيديو ده ما كانش هينزل اليوم، ولكن كان هينزل فيديو تاني لمنصة جديدة والبونص جديد، ولكن الفيديو بتاع اليوم مش هينفع يستنى. البونص اللي انا كنت هشرحه ينفع يستنى شهر كمان، فما فيش اي مشكلة، نلحق نسجل النهاردة في البونص ده، وما تنساش تستناني في البونص الجديد. طيب مبدئيا احنا في قناة كوين فري للايردروب على تليجرام بنعلن وقت تروح العملة او وقت استلام العملة، عشان لو عايز تعرف الايردروب بتاعك وصل او لا، والناس اللي هي مش موجودة في جروب تليجرام للايردروب ادعوك تنضم دلوقتي، لان الروابط هنا بتنزل قبل قناة اليوتيوب. زي ما احنا شايفين طبعا الايردروب كان موجود بالفعل على كوين فري للتليجرام، واحنا طبعا كسبنا منه اول مرحلة، والنهاردة هنشرح تاني مرحلة. اول مرحلة طبعا وصل منها دولار وستة سنت، طبعا العملة رفعت. لو احنا دلوقتي رحنا على المنصة المفروض دلوقتي هتلاقيها عاملة دولار 94 سنت، يعني تقريبا 2 دولار. النهاردة طبعا فتح الايردروب التاني، كل المطلوب منك ان انت تنزل المحفظة، هقولك تنزلها ازاي. حاليا مش مطلوب منك تفعيل، يعني البونص اللي احنا استلمناه في الاول في ناس استلمت 4 دولار وفي ناس استلمت 2 دولار، البونص ده هيوصلك بدون تفعيل هوية، بمجرد فقط ما بتسجل في الايردروب او في المنصة هقولك ازاي تسجل فيها وازاي تحملها وازاي تملا الانوثروم. طيب موضوع حلقتنا النهارده، هننزل المحفظه، وبعد كده بعد ما هننزل المحفظه هناخدها ونروح نملا الانوثروم ده. من خلال الانوثروم ده هو الايردروب بينزل لك من خلال هنا. طبعا كل حاجه سهله جدا وسلسه جدا، فما تنساش تعمل لايك وانت بتتفرج علينا. اول حاجه هتروح طبعا لاول رابط هتلاقيهم بالتدريج على اليوتيوب او هتلاقيهم اسفل الفيديو. اول حاجه لازم تعمل طبعا ريجسترار، او لازم تعمل تسجيل في المنصة. هنا بيسمح لك انك تسجل بجيميل او بموبايل اللي يعجبك. طيب هتجيبها ازاي؟ لو انت عايز تسجل بايميل هتدوس على ايميل، لو انت عايز تسجل بالتليفون هتدوس على تليفون، هتتبدل معاك زي ما انت شايف هنا المفروض هتسجل بايميل. المفروض طبعا تلقائي انت هنا بتدخل بالايميل اللي انت عايز تسجل بيه، وبعد كده طبعا بعد ما بتدخل الايميل هنا بساند كود، احفظ الحاجات ديت عشان هنستخدمها كتير جدا في كوين فري، ولازم تكون بتتعلم حاجة من عندنا. بعد طبعا ما بتدخل ايميل وبتعمل ساند كود، هو طبعا تلقائي بتجيب العلامة دي في النص كده عشان يتأكد منك انت لست ريبوت، وبالطريقة ديت هو بيبعت لك الكود. بال ما يبعت لك الكود تكون انت طبعا عملت الباسورد بتاعك الجميل. طيب بالشكل ده هتلاقي الايميل وصلك فيه كود او وصلك فيه رسالة التفعيل، هتخش عليه بالشكل ده عشان تاخد رسالة التفعيل. بيكون طبعا ده الكود بتاخده بالشكل ده، بيكون طبعا كود مش ارقام، بتيجي هنا في مكان الكود، وبمجرد ما بتدخل الكود بتيجي هنا تعمل عفوا ريجسترار، بيكون كده عندك حساب. زي ما انت شايف دلوقتي بيقول لك ريجسترار سوفت سنت، يعني انت دلوقتي عندك حساب متاكد. بمجرد ما بتدوس كونفيرمار تلقائي هو الابلكاسيون بينزل لك، زي ما احنا عارفين طبعا بنحمله على نوع التليفون، يعني انت بمجرد ما بتسجل من عندنا بيظهر لك على نوع التليفون بتاعك. لو عايز تحمل طبعا من على جوجل بلاي فعندك متاح، ولو عندك عايز تحمله على الاي بي كي فعندك متاح. بالنسبه طبعا للاندرويد حاليا مش متاح في الفتره حاليا، ولكن لو انت موجود معانا على كوين فري وقت تروح النسخة على الاي او اس هتلاقيها احنا اول ناس بنعرض عليها. فطيب المفروض منك تنزل ابلكيشن، وبعد ما بتنزله بتكون دخلت بنفس البيانات بتاعتك اللي انت لسه مسجل بيها. بتيجي هنا طبعا على الهومي زي ما انت شايف، طبعا لو احنا عايزين نعمل تسجيل خروج فبتعمل، المهم ان انت بتسجل بنفس البيانات اللي انت بعد ما بتحمل المحفظة بتسجل بنفس البيانات. كل المطلوب منك يا صاحبي هنا بتيجي زي ما احنا شايفين، طبعا انا جبت الكلام ده منين عشان اكون واضح. اول حاجة بتيجي هنا على الهوم بتاعك زي ما انت شايف، او على علامة الصورة بتاعتك بتدوس عليها،
بيظهر لك الاي دي بتاعك. كل المطلوب منك يا صاحبي عايزين الاي دي ده تاخده نسخ نفس الاير دروب الاولاني. الاير دروب ده احنا قلنا بدون تفعيل وثائق وبدون اي حاجه كل الناس هتكسب من المرحله ديت. فبتاخد طبعا الاي دي نسخ. يبقى احنا كده خلصنا اول مرحله، حملنا المحفظه. بالنسبه طبعا للناس اللي هي عايز تاخد الاير دروب الاول، هو انتهى فمش هتقدر تاخده دلوقتي، احنا بنسجل في الاير دروب الثاني. عشان في ناس كتير هتسال تقول لي هقدر استفاد بالبونص الاول؟ لا مش هتقدر تستفاد، عشان انت ما بتسجلش من عندنا من اول يوم، او دايما ما بتعملش اشتراك في القناه. قلت لك سجل واشترك عشان العملات الرقميه ما فيهاش وقت. بعد طبعا ما بتخلص كل الخطوه الاولى بتروح على اخر حاجه هي الخطوه الثانيه، نملى الاونيفورم. ركز بقى عشان ديت الطريقه بنعملها في كل اير دروب، فلازم تحفظها عشان لو شفت اير دروب مش موجود عندنا في القناه تبقى عارف ازاي تستخدم الاير دروبات. المطلوب منك ان انت تخش تعمل المهام. هنا طالب منك مثلا هتعمل له فولو على تويتر، وهنا فولو وهنا ريتويتر يعني مشاركه على تويتر. هنا بيقول لك ادخل تليجرام، وهنا نفس الكلام تليجرام، وهنا برده نفس الكلام تليجرام. هنا بيقول لك لو انت عايز تدعو اصدقائك رابط الاحاله، وهنا اخر حاجه اللي هي مطلوبه مننا اللي هو الاي دي بتاع المحفظه اللي احنا لسه مسجلين فيها. نعمل الكلام ده ازاي يا عم احمد؟ سهل جدا طبعا. بتيجي طبعا تدوس على اول حاجه فولو زي ما انت شايف بتتعلم معاك صح طبعا، عشان انا عامل فولو في المرحله الاولى. لو انتوا فاكرين نفس الكلام الناس اللي سجلت في المرحله الاولى، مش لازم تعمل فولو في اول ثلاثه لانك انت كده اصلا عامل فولو. في الثانيه برضو الكلام هيظهر معاك هنا فولو، لو انت مش عاملها فولو تخش طبعا تعمل لهم متابعه فولو، يعني متابعه يا جماعه عشان لو حد مثلا مش واخد باله في الكلام. وبترجع بمجرد ما بتعمل متابعه او المهام اللي انت طالبها منك بتيجي هنا تعمل كونتينوار او تاكد مني، بمجرد ما بتدوس عليها بتتعلم معاك صح. نفس الكلام برضو بتكمل على اي مهام تظهر قدامك. هنا بيقول لك اعمل لي ريتويتر او اعمل لي مشاركه على الحاجه اللي هتظهر لك دلوقتي. ومجرد طبعا لو ظهرت لك كده بتنزل تحت زي ما انت شايف بالشكل ده، بيجي هنا حاجه اسمها ريتويتر، بمجرد ما بتدوس عليها بيحولك مباشره على الريتويتر بتاعتك. هنا بيظهر لك ريتويتر زي ما انت شايف اهي في قلب تليفونك، تكون محمل الجهاز عندك في تويتر، وما تنساش تعمل لنا فولو هناك عشان بننزل اير دروب خاص فقط بتويتر. وبمجرد ما بتعمل ريتويتر بترجع تاني على نفس المكان اللي هو كونتينوار بالاخضر، وبتعلم معاك علامه صح بدون اي مشكله. نفس الكلام هنا في تليجرام، بيقول لك ادخل في جروب تليجرام، فبتدخل بجروب تليجرام بدون اي مشكله. بمجرد طبعا ما بتعمل انضمام بترجع تاني في نفس المكان وبتعمل كونتينوار، وهكذا في اللي بعديه وهكذا. الحاجات ديت بقى لازم انت تعرفها عشان تكون زبون برو في كوين فري، فما تنساش بقى تعمل لايك، تعمل كونتينوار وهكذا، تخلصهم كده بالطريقه العاديه. انا مش عايز اعمل كورت او شورت، او مش عايز اقص لك الفيديو عشان تبقى واضحه قدامك. هنا كونتينوار كل حاجه. اخر حاجه طبعا اللي هنا يوزر نيم اللي عمل لك مين اللي عرفك البونص. عامة هو مش هتاخد عليه حاجة، ولكن لما بتدخل البونص او بتدخل رابط الاحالة بيعرفوك ان انت داخل في مزرعة او داخل في تيم او موجود في العملات الرقمية. عامة هم لما بييجوا يوزعوا العملات الرقمية بيوزعوها للناس اللي هي عندها احالات كتيرة، وبياخدوا الاحالات بتاعة الشخص الكبير بيوزعوها ليه بقى؟ لانهم بيعرفوا الناس دي بتكون مهتمة بالعملات الرقمية. فهنا اليوزر نيم عايز تكتبه براحتك، مش عايز براحتك برضه. هنا إخيبسيومان اللي هو اليوزر نيم بتاع تيك توك وبتاع انستغرام وبتاع تويتر وبتاع الفيسبوك هيكون مقدما، فاليوزر نيم بتاعنا وبتاع تليجرام عامه. فبمجرد طبعا ما بتعمل اليوزر نيم، اخر حاجه هنا بيقول لك الاي دي بتاع المحفظه اللي احنا واخدينه نسخ ما تنساش. فبمجرد ما بتعمل كونتينوار بالشكل ده بيبقى انت كده خلصت القلب البونص. هنا بيقول لك ثانك يو فور يوز بورد، يعني انت دلوقتي خلصت المهام بالشكل الصحيح. بعد طبعا دقيقتين او دقيقه تلاقيه وصل لك ايميل في قلب محفظتك. اهو لسه ما خلصناش الكلام، اهو وصل الايميل اهو، هيوصلك ايميل بالشكل ده بيقول لك انت انجزت المهام بالشكل اللي هو الصحيح. طبعا هنا هيتعلم معاك صح صح. لو وصلك الايميل ده اعرف ان انت مؤهل ان انت تكسب زي ما انت شايف. صح 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 كل حاجه. احنا كده انهينا الاير دروب بكل سهوله. لو وصلت معانا لحد كده ما تنساش تعمل لايك يا زميلي. واخيرا وليس اخرا يا صاحبي، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين فري كالعاده.